حسن، لما حضرتك بقى مشيت من نادي الزمالك وهتبدا رحله نجاح تانيه في النادي الاهلي، مين اللي خدك من نادي الزمالك ووداك نادي الاهلي او رشحك لنادي الاهلي؟ هو كان في الحقيقه يعني طبعا انا لما كنت في نادي الزمالك كنت لعبت في نادي الزمالك فطبعا بدا الناس تعرف مستواي يعني، خصوصا بالنسبه للنادي الاهلي كان فيه مهندس كمال بخيت ده كان هو مدير الفرقه كره اليد في النادي الاهلي، واتصل بي وقال لي انا عايزك تيجي النادي الاهلي وكده، فرحت النادي الاهلي. خصوصا طبعا كانت اسهل كتير ان انا اروح النادي الاهلي لان انا كنت بنتمي وبحب النادي الاهلي في كره القدم. فرحت النادي الاهلي وبدا بقى المشوار. برضو بعد المسيره مع النادي الاهلي طويله وعظيمه، حضرتك فاكر الجيل بتاع حضرتك اللي كانوا بيلعبوا معاك في الوقت ده؟ طبعا مجموعه كبيره يعني طبعا، انا بس خايف انسى حد، لكن اساسا مثلا الكابتن طلعت شتا او الدكتور طلعت شتا، مهندس سعد عبد العال، المستشار حسين فتحي اللي هو رئيس هيئه قضايا الدوله دلوقتي، ما شاء الله اسماء كبيره واخد بال حركه ازاي. فطبعا كان بقى موجود مسعد عباس، مجموعه كبيره كانوا بيلعبوا معايا، بس انا يعني اخشى ان انا انسى حد في الحقيقه، لكن كلهم كانوا ناس اصدقاء وزملاء وحبايب، وعملنا يعني منظومه كويسه جدا في كره اليد في النادي الاهلي. دكتور حسن مصطفى وهو لعب الماتش اللي عمره ما ينساه؟ لا، في ماتشات كتير يعني، مثلا كنا بنلعب ماتش في نادي الجزيره في السنتر كورت بتاع نادي الجزيره، وبعدين حصل مش يعني طبعا نادي الجزيره ما فيش جمهور كتير يعني بيجي، او جمهور اللي هو الاعضاء بتوع النادي، اعضاء النادي فكان في الحقيقه كان في خروج عن الروح الرياضيه. فالمهم طبعا اتضايقت جدا انا، وبعدين بداوا زمايلي يجيبوني وبتاع، نكمل الماتش ومفيش مشكله. وجم بتوع اللي هم الاداريين بتوع نادي الجزيره بداوا يعتذروا. مين اللي اثر في الدكتور حسن مصطفى كلاعب؟ على المستوى المصري يعني؟ على المستوى المصري لا، كان في مجموعه كبيره، كان في الدكتور طه الشافعي، في كابتن حسين الشافعي، في كابتن مصطفى حسن. دول كانوا في الحقيقه كانوا يعني، في كابتن عرفان بدير، في كابتن احمدين. هذه مجموعه كانت بتقود اللعبه اياميه، كانوا اكبر مننا شويه سنا وكانوا متقدمين عننا في اهم الحاجات اللي الدكتور حسن مصطفى اتعلمها داخل النادي الاهلي وحضرتك كنت لاعب وقتها. احترام المنافس، النظام، الديسيبلين، يعني ما اخدش حق غيري، يعني مثلا لو في لعبه مثلا الحكم حسبها غلط وانا شايف ان هي ليا او عليا، المفروض ان انا لو سئلت بقول وجهه نظري في هذا الموضوع. طبعا ما فيش احسن، الرياضه بتعلم الناس الفيرنس والشفافيه وان كل واحد ياخد حقه، واللي ملوش حق لازم ياخده. ودي طبعا حتى بالنسبه للقياده مهمه جدا، مش وانس ان انت بس، انت لازم تكون انت ربيت عليها وانت بتلعب، ودي مبادئ واخلاقيات الاهلي. طبعا. امتى بقى دكتور حسن مصطفى بعد رحله في النادي الاهلي رحله طويله امتى قال لازم اعتزل؟ طبعا انا اساسا جات لي بعثه ان انا اروح المانيا الشرقيه، فسافرت المانيا الشرقيه، الكلام ده كان سنه 74. فلما سافرت كانت بعثه خاصه بالتدريب، تدريب كره اليد في المانيا في لايبزيج، مدينه لايبزيج. فرحت وسافرت، طبعا كان في اختبارات اتعملت وكده وسافرت، وبعديها يعني لما جيت سافرت بطلت، لان طبعا كنت هقعد فتره بره. وبعدين لما رجعت على طول مسكت تدريب المنتخب، دخلت في مجال التدريب. يعني لما رجعت انا كان في يعني كانت مصر كانوا بيلعبوا بطوله افريقيا في تونس، وحصل احتكاك بين الفرق وبعضها وبين مصر وتونس
وحصل يعني كان في مشكله كبيره والفريق المصري انسحب. اه واللجنه الاولمبيه اياميها طلعت قرار بايقاف نشاط كره اليد الدولي. فلما رجعت من لايبزيج فالاتحاد عرضوا عليا ان احنا نعمل فريق جديد من الناشئين. بغض النظر عن الناس اللي انسحبت دي، طبعا انسحاب كلمه كبيره وما ينفعش في الرياضه ابدا. وقالوا لي تمسك الفرقه، تعمل اعمل فرقه صغيره ونطلع بيها. فاخدت الفرقه وكانت اول بطوله لينا كانت بطوله كاس فلسطين في الكويت سنه 1975. ودي كان ليها طبعا ذكريات كبيره جدا. الدكتور حسن مصطفى وهو لاعب